السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين، أتمنى لكم كل الخير، أتمنى لكم السعادة والتوفيق حيثما كنتم. هنتكلم عن حاجة مهمة جدا بالنسبة للرجل وللست، بالنسبة للمرأة وللرجل، ألا وهي الكولاجين الطبيعي. كلنا محتاجين الكولاجين الطبيعي. لما تيجي تكبر في السن، بتعدي مثلا 35 بتخش على 40 فيما فوق، عاوز كولاجين طبيعي. كولاجين طبيعي كلنا الراجل والست بيهتم بصحته، عاوز ما يظهرش عنده علامات الشيخوخة في وجهه، ما يؤخر علامات الشيخوخة على الوجه. موضوع مهم جدا وحلقة جميلة جدا إن شاء الله. إن شاء الله يستفيد من هذه الحلقة ينشرها، وإن شاء الله ربنا يرزقنا الخير بإذن الله. هنتكلم عن الكولاجين الطبيعي. إيه هو الكولاجين الطبيعي؟ أنا أقول لك بقى، الكولاجين الطبيعي حاجة مفيدة، حاجة ممكن تشربها، وحاجة ممكن تحطها على وشك. ايه هي؟ هو ده الكولاجين الطبيعي، او اللبان الذكر. لبان الذكر انت ممكن تاخد لك واحدة في بقك تاكلها وانت ماشي رايح الشغل كده، تديك ايه؟ حيوية ونشاط ولياقة، وحاجة جميلة جدا، وتزود المناعة عندك ما شاء الله، وتخسسك كمان ما شاء الله، وتزيل الحصوات كمان عندك. خد دي كمان. والكولاجين معانا هيعمل ايه بقى؟ هتجيب شوية من لبان الذكر دوت وهتحطه في ميه، وتقلب. الكولاجين الطبيعي اللي معانا بيعمل ايه؟ مرونة البشرة، بيعمل مرونة في البشرة وحيوية ونشاط ونضارة وصفاء للبشرة، كما يحمي البشرة من الشيخوخة ويعالج التجاعيد والهالات السوداء. بالنسبة للشباب الصغيرين اللي طالعين في سن مثلا 13 وانت طالع كده، دول عندهم حب الشباب، يساعد على علاج حب الشباب، كما يعمل على سرعة تجديد خلايا الجلد. حاجات بسيطة عندنا في البيت، وهتلاقيها في المطبخ مركونة بقالها ممكن بقالها سنة في المطبخ، محدش بيقرب منها. فين وفين لما حد يقول لك يا عم اعمل لك كوباية لبان ذكر، تقول له ايه؟ ايه يا عم ده مر مش عارف ايه. لا، حاجات جميلة، وصفات جميلة من أيام الزمن الجميل، من أيام جدي وجدتك وأكتر من كده كمان، كانوا بيعملوا الحاجات دي، وكان سبحان الله ربنا يرزقهم الصحة والعافية. لازم احنا نتعلم من الناس اللي فاتت دي، نتعلم منهم حاجات حلوة. لازم نتعلم مما سبق الحاجات الكويسة عشان نعملها إن شاء الله. عايزين نعمل احنا بقى ايه الكولاجين الطبيعي؟ ايه هو؟ هنعمل ماسك. هنجيب مية مغلية، هتغلي المية في البراد أو في اللبانة أو في أي حاجة أنت بتغليها، هتغلي المية وتحطها في كوباية. بعد ما تحطها في الكوباية، تروح جايب شوية لبان ذكر، كده اهو، وتروح حاططهم ايه في الكوباية. معلقتين، تقلبها، وتروح هوب مغطي عليها. تغطي عليها لمدة 8 ساعات، يعني تعملها من بالليل والصبح تشتغل بيها، أو حضرتك تشتغل بيها. تغطي عليها والصبح تروح مصفيها، عندك مصفى سلك، المصفى اللي في المطبخ دي اللي بتعمل بقى العصير، تروح مصفي بيها، عشان طبعا اللبان دوب فيه شوائب، هينزل لك بقى ايه؟ هينزل لك ميه مبيضه فيها رواسب من تحت، رواسب بقى تبقى ايه؟ لزجه. هتروح انت مصفيها، حاططها في بخاخه، عاوز تحطها في بخاخه، الافضل يعني عاوز تحطها في بخاخه، لما تيجي تحطها في بخاخه ترجها وتدي ايه؟ رشه على الوش، وتسيبها تنشف على الوش. هتسيبها تنشف على الوش، وبعد ما تنشف على الوش تروح غاسل الوش بميه دافيه. حاجه جميله وبسيطه، وصفه مفيده للراجل وللست. مفيش حد يقول لي ما ده دي وصفه للستات بس، لا، كلنا عاوزين نبان بصحه وحيويه ونشاط، ومفيش تجاعيد في وشنا، الراجل وللست. ودي مش عيب، ده حاجه كويسه ان شاء الله. انت مثلا بتظهر لزوجتك منظرك كويس، هي بتظهر بيك منظر كويس، ونتمنى لكم ان شاء الله السعاده والتوفيق في الدنيا وفي الاخره. ولا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه حتى يصلك كل جديد بفضل الله سبحانه وتعالى.